ماشي بدنا نلعب لعبة، شو رأيك؟ وشاعر ده ليش هو خلص البرنامج اليوم؟ والطار بسرعة يحيى يحيى روح خفيف بسرعة خلص بدنا نلعب لعبة وشاعر ده يكون الحكم يلا مش تغش يا بوتر أنا أغش أنا تبع غش يحيى أنا كثير مبسوط بمشاركتك بالبرنامج الله يسلمك دمك خفيف هيك وخففت الجو الله يسلمك شو هاي؟ يحيى دمك خفيف وخلاص يومين بتقول لي على البلياردو يلا ساعدك بيها يلا تعال هون وهون ولا هون وهون ولا هون وهون هيك هيك ها هيك افضل يلا ها تعال خذ خذ عصايتك من وين لازم تشوتها كيف استنى خلي اشوت الباب انا انت دايما عندي هون شو شو هيك الطاوله الطاوله يا بوتر استنى شوي شيل اقول لك شيل شو شيل هسه تعلم منها ابو بوتر شو اسوي مثلا وين اضرب يلا يلا دورك ابو بوتر دوري العب ابو بوتر دورك اوه وين ودام هيك اللي بيسوي طلب اللعبة أبو وطن غلبتك هيك 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 مزيف شو مزيف ها؟ زي الزيرو سالم زي الزيرو سالم؟ العب يلا يا كولين الله أكبر يس خلاص 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 بس هو تطلب الجد ولا تطلب الجد انت تطلب الجد بوح تطلب الجد خلاص اشكر الشاعر وخلنا نخلص البرنامج يا شاعر يا حلو يا قلبي يلا شكرا لكم وهي لعبة يحيى شو هاب قرب لك لعبتك يا يحيى باي 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 باي